بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسؤولين، أقيمت صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات 3 بمدينة الأسمرات في حي المقطم. نعم، مسجد الأسمرات 3 تقدر تكلفته الإنشائية بأربعين مليون جنيه، وذلك ضمن خطة إعمار المساجد التي تنتهجها الدولة في جميع المدن والأحياء والمحافظات. أسمرات مشروع يعد جزءا من برنامج ضخم شديد التميز لتطوير جميع المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وتأتي النسخة الثالثة من الأسمرات ضمن مشروعات تطوير العشوائيات شاهدة على التطوير بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية للمشروع في يوليو من العام الجاري، ويتضمن عددا من المباني الخدمية المكملة للمشروع كمسجد الأسمرات 3 الذي بني على مساحة 1600 متر بتكلفة قاربت 40 مليون جنيه. كل ما تقوم به الدولة المصرية وبخاصة في برامج الحماية الاجتماعية احنا بنؤكد ان غير مسبوق لا في تاريخ الدولة المصرية، ولا نعلم ان في جهة في العالم قدمت بهذا الحجم هذه المساكن مجهزة مؤسسة كاملة ينتقل اليها الانسان لا يحتاج الى اي شيء بمثل ما قامت به الدولة المصرية. فهي سلسلة المدن المتكاملة في اطار برامج الحماية الاجتماعية. المدينة لما بتتبني، المدينة دي بتتبني على طراز اجتماعي عالي جدا، بيتغير فيها حياة المواطن بالكامل، زي ما احنا بنقول في نادي، في حضانات، في مدارس، فيها مساجد، فيها كنائس، فيها كل ما يحتاجه الانسان، بحيث ان هو فيها مآكل تجارية مفتوحة مخصصة عشان ما تخشش داخل العقارات نفسها، في اماكن ترفيهية، بيتم فيها تغيير بالكامل لحياة الشخص. فخامة الرئيس وجه بوجود مكانين في الحقيقة مركز شباب ومدينة الشبابية الرياضية اللي موجودين واللي فيهم برامج وأنشطة كتيرة جدا. المنطقة الأمنة حي الأسمرات المشروع التنموي الكبير، أيضا مدينة الشبابية الرياضية اللي بتخدم يعني الحي بأكمله. جهود حثيثة للدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة معيشية كريمة للسكان، ليس ذلك فحسب، إنما الاستثمار في البشر أيضا لضمان مستقبل أفضل لقاطني تلك المناطق، والأسمرات خير شاهد. دايما توجيهات سيادة الرئيس أن جميع المشروعات الجديدة الخاصة بدائل العشوائيات لابد أن تكون مكتملة الخدمات، الخدمات الرياضية، التعليمية، الصحية، وأيضا التأكيد على المنشآت الدينية. المشروع ده لوحده تكلف 3.8 مليار جنيه والدولة دفعتهم. طب القضية كلها عامة في تطوير العشوائيات على مستوى الدولة 38 مليار جنيه لغير آمن، و318 مليار جنيه للغير مخطط، و44 مليار جنيه للأسواق العشوائية. نتكلم في أرقام كبيرة جدا جدا. ايه العائد على الدوله من ده؟ العائد على الدوله المكسب الرئيسي والاساسي اللي او الهدف الرئيسي بتاعنا اسعاد الناس. احنا طورنا حياه، طورنا مش عمران فقط هنا، وده هدفنا. بهدف الا يكون في مصر مناطق غير امنه مره اخرى، الدوله تسير على الطريق الصحيح في بناء الانسان من خلال اقامه مثل تلك المشروعات السكنيه الهادفه الى التطوير في مختلف المجالات. من الاسمرات وليد هيكل، التلفزيون المصري.